هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة الولي التقي النقي والعالم الكبير الفاضل الشيخ علي كوني غفر الله له في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأخ المؤمن التقي الولي الصالح، شيخ جعلك الله مع الإمام علي بن أبي طالب.